Write a program that reads a positive integer n and print a triangle of asterisks as shown. بنبدأ بنجمة وبعدين يزيد نجمتين يزيد نجمتين كل مرة يزيد نجمتين، لكن عدد الصفوف 5 اللي هو مماثل للn. فادي الn الi للصفوف وj للأعمدة، ونطلب من اليوزر ان يدخل لنا بوزيتيف انتجر، انتر ا بوزيتيف انتجر ونقرأه نحطه في الان ونعمل اللوب الشهيرة بعدد الصفوف i equals 1، وادي عدد الصفوف ونهاية كل صف كالمعتاد بننزل صف جديد بعد ما نخلص شغلنا اللوب دي، تعمل الاستريكس تنزل سطر جديد استعدادا للصف التالي. دي بس مسؤولة عن عمل كنترول لعدد الصفوف، وكل ما ينتهي صف تنزل سطر. اللوب الداخلية اللي هي 4 النجوم بتزيد كل مرة زي ما اتفقنا، يبقى الجي اقل من او يساوي اي في حاجة بقى تظبط الاكسبريشن، لو كان بيقل يبقى ان ماينس اي ونظبط الاكسبريشن. هنا النجوم بتزيد، طيب هل يا ترى النجوم بتزيد لو قلت مثلا اي بس وسبتها كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل اول مرة نجمة وتاني مرة نجمتين وتالت مرة تلات نجوم. طب هل هي 2 4 6؟ لا برضو، يعني لو قلت اي ضرب 2 ايه اللي هيحصل؟ 2 4 6 8 10. طب لو اي ضرب 2 ماينس 1 هيبقى اول مرة 1 في 2 ناقص 1، يعني 2 ناقص 1 نجمة، اخر مرة 5 الاي ب5 اللي هو تمثل الان، يعني الاي هنا اخر اي ان اللي هي 5، فهتبقى الجي اقل او يساوي 5 ضرب 2 10 ناقص 1 9. يبقى هو هنا بيزيد 2 2، بس أول واحد مبدأش في 2، بدأ بواحد وبعدين بدأ يزيد 2 2، فكل مرة الأي ضرب 2 يعني كل مرة هيزيد، يعني كل لما الأي تزيد بواحد هتتضرب في 2 فزاد 2. بس ظبطنا أول صف وتأكدنا إن آخر صف يعني الفورمولا شغالة عليه، فيبقى إحنا كده أوكي.